وأمام احتضنه الشعب لأنه ابن الشعب. حرائر ورجال هذا الوطن المفدى، وأنا المناضل الملتزم بينكم، أهيب بكم أنا أخوكم، أهيب بكم أنا أخوكم وابنكم المترشح للرئاسيات المقبلة، الحامل لمشروع رؤية. وبعد ما ذكرناه وضع الثقة فينا والتصويت وبكل قوة على مشروعنا الرئاسي يوم 7 سبتمبر. إن تعبئتكم اليوم إلى جانبنا وإلى جانب مشروعنا هو تعبئة من أجل جزائر الغد، وتعبئة من أجل جزائر الكرامة، العدالة، والمساواة. ولأجل هذا أوجه إليكم من جديد نداء نابعا من القلب لكل جزائرية وجزائري غيور على وطنه أن يتوجهوا وبقوة إلى صناديق الاقتراع. ضعوا ثقتكم في استراتيجيتنا الحكيمة ولن تندموا. نحن واعون بالرهانات المستقبلية وسبل تحضير الجزائر لرفع التحديات والرهانات المستقبلية. احنا نلتزم عبر مشروعنا رؤية اننا سوف نبني جزائر تكون ركيزتها الأساسية هم الشباب وإرادتهم وموهبتهم وعبقريتهم اللي قادرة تساهم في النهوض بالبلاد وفي كل المجالات. ثفرتيو إيزايريين أكت زايريين سمثا إويذي اللان ذي ثمورث إذويذي اللان ذي الغرفة أون دنينين مثفر منغ مثفر منغ أسنس فعاذي شتنبر أتفنومة في الدل وتمدم الجهد وفي الدل تنمير ثنوان ثم قران تميد سمس الكثرة أعطيكم صحة وننمود سعاد أسنس فعاذي شتنبر باش أنفوطي في القوة في البروغرامنا بريزيدونسيال.